التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير خارجية الأردني أيمن الصفدي لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة حيث حذر الرئيس من خطورة مسار التصعيد العسكري على الأمن الإقليمي وفي اجتماع آخر مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجه الرئيس السيسي بمواصلة وتكثيف الجهود لتعزيز قدرات الدولة في مجال زيادة الاستثمارات في مراكز البيانات والسحب الحاسوبية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والسفير أمجد العضيلة سفير الأردن بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية الأردنية نقل للسيد الرئيس تحيات شقيقه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخيه الوثيقه مع الاردن على المستويين الرسمي والشعبي وسعيهما المشترك للتطوير المستمر لاطر التعاون الثنائي بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنميه والازدهار. اضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد تناول مستجدات الجهود المصريه والاردنيه الراميه للتهدئه في المنطقه. حيث تم تاكيد موقف الدولتين الثابت بشان ضروره تكثيف الجهود الدوليه الجاده للتوصل لوقف فوري لاطلاق النار في غزه ولبنان وانفاذ الكميات المطلوبه من المساعدات الانسانيه لانقاذ المنطقه من ازمه انسانيه واسعه النطاق كما تم التجديد على ان الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو من عام 1967 تعد الضامن الاساسي لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في الاقليم، مع تاكيد خطورة مسار التصعيد العسكري الذي يزيد من تعقيد الموقف ويدفع نحو احتمالات تهدد على نحو جدي الامن الاقليمي ومقدرات الشعوب بالمنطقة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفريق احمد الشاذلي رئيس هيئه الشؤون الماليه للقوات المسلحه والمهندس بكر البيومي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولواء اركان حرب هاني منصور مدير اداره الاشاره للقوات المسلحه حيث اطلع السيد الرئيس على تطورات انشاء مراكز البيانات واطلاق الصحب الحاسوبيه في مصر في إطار تنفيذ المحاور المختلفة لاستراتيجية مصر الرقمية والبناء على قيام مصر بافتتاح مراكز البيانات العملاقة في أبريل الماضي وتابع سيد الرئيس في هذا السياق جهود الحكومة لتوفير بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمارات العالمية للاستفادة من التقدم الجاري في البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية في مصر وفي ظل ما توليه الدولة من أهمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع بمواصله وتكثيف الجهود لتعزيز قدرات الدوله في مجال زياده الاستثمارات في مراكز البيانات والسحب الحاسوبيه تعظيما للمزايا النسبيه التي تتمتع بها مصر في هذا الصدد سواء من حيث توافر البنيه التحتيه اللازمه التي تم تشييدها على مدار السنوات الماضيه او من حيث الموقع الجغرافي لمصر الذي تتقاطع فيه كابلات البيانات والاتصالات بين افريقيا واسيا واوروبا، اضافه الى مرور الغالبيه العظمى من اشارات الانترنت في اسيا واوروبا عبر مصر. كما شدد سيادته على الاستمرار في الاهتمام المكثف ببناء القدرات التقنيه للشباب المصري، واعداد كوادر رقميه قادره على المنافسه بفاعليه في سوق العمل المحلي والعالمي.